تفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العاصمة. اليوم سنسلط الضوء على فئة مهمة من المجتمع جردوا من أبسط حقوق العيش في بلادهم، ضاقت بهم كل السبل، البعض هاجر ونفذ بحياته نحو مستقبل مجهول، والبعض الآخر بين مطرقة التشرد وسندان الضياع، فأصبح جل تفكيرهم إما الهروب من الواقع أو محاولة إثبات الوجود. شباب يعيش حالة من التشتت والضياع والفراغ، جميع الأبواب مقفلة في وجوههم إلا باب واحد، ألا وهو الهجرة والهروب، وكل الطرق تؤدي إلى روما. أوضاع صعبة تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وحتى الآن لا زالت هذه الدولة الغنية بالنفط تعيش في فوضى عارمة، شوارعها حزينة وليلها ليس كنهارها. شبابها مكتئبون لما آلت إليه الأوضاع مع ازدياد صعوبة الحياة هنا في ليبيا والأزمات الكبيرة التي تعيشها البلاد وإقفال السفارات الأوروبية وغلاء المعيشة. بقي الحل الوحيد هو الهجرة عبر البحر. لم يعد الأمر مقتصر على الجنسيات الإفريقية فحسب، بل حتى الشباب الليبيون باتوا يهاجرون بطريقة غير شرعية هنا من السواحل الليبية المطلة على أوروبا، هربا من الواقع الأليم الذي يعيشونه هنا، بحثا عن مستقبل أكثر أمنا كما يتوقعون. والله صراحة هي ظاهرة هجرة الشباب إلى أوروبا أشبه هروب من انعدام المستقبل إلى المجهول. يعني أنت من سيء إلى أسوأ تهرب من المجهول، مستقبل مجهول في ليبيا في ظل الظروف السياسية الراهنة، إلى مستقبل تقدر تقول أنه هو مجهول أكثر من المجهول اللي عندنا إحنا. يعني أنت مش معروف مستقبلك غادي شنو، هل توصل أو لا. والله هو لو كان فيه إمكانية الوصول الهجرة وصول إلى أوروبا أكيد أفضل. أنا مع انعدام الأمور الحياتية هنا في ليبيا بالطبيعة أكثر، وأنا نشبح في روحي لو كان ازداد الحال سوء هنا في الأمور الحياتية في ليبيا، نشبح في روحي أني لا محال بندير أني ممكن بنهاجر إلى أوروبا. هؤلاء هم عينة من شباب مدينة طرابلس المدنيين الذين فضلوا الموسيقى والغناء على السلاح. هم يقيمون حفلاتهم بالخفية، ليسوا أحرارا فيما يقومون به، ولعل الهجرة إلى أوروبا لصقل مواهبهم وممارستها بالشكل الذي يرغبون به هو الحل كما يظنون. المازال لنا صغير حق كل مره نديروا فراي واحنا خايفين، مرات يجوا يقيمونا مرات حاجه ما تدريش على الوضع. انت اكيد عز شاب ليبي في العشرينات من العمر، ضاقت به سبل الحياه هنا في ليبيا وقرر الهجره الى اوروبا عبر البحر. ليس هنالك اي حل سوى هذا الحل حسب رايه، ولكن منع معز من الركوب في القارب بعد مضي 3 أيام وهو في الانتظار. أي وضع البلاد، وضع المعيشة، الدولار غالي، سفرات في البلاد ما فيش حتى باش تقدم أي تأشيرة أو فيزا، وحاجة من الأسباب اللي خلتنا نطلع من البلاد. غزي ضاقت بينا في بلادنا، ما عادش في خدمة كيف قبل، الوضع بدا كل يوم من أسوأ لأسوأ، وضع صعب. طبعا طلعنا مشينا سبراتا، معي صديق طبعا، وصلنا سبراتا المرة الأولى كنا هي يتنحوا قصدي فلوس هياخدوا منا وموضوع زي توا، بعدين تاني يوم مشينا لشخص تاني فقعدنا من ظهر للعصر نستنوا فيه، بعدين جاء فكنا متفائلين انه نطلع يعني، وفي كان مركب طالعة فلما عرف احنا ليبيين رفض، فقعدنا نتناقشوا معاه ونحكوا معاه الوضع البلاد، قال لي ما نتحملش ان ليبي يطلع في البحر يغرق او يقعد في رقبتي موضوع زي توا. فقلنا له قصدي انت تشوف فينا وضع بلادنا، تشوف الوضع المعيشي. قال لنا ما نقدرش نطلعكم، قصدي وهلبا غادي لاي كل حراقه الاغلبيتهم اللي يقول ليبي يقول يرفض، اللي يقول ليبيين زوز ليبيين يرفضوا.
فتقول تونسي تقول مغربي تقول اي جنسيه ثانيه تركب. اما ليبي ضغط يعني ما نعرفش الاسباب اللي خلتهم يرفضونها. وانقسم الشباب الليبيون اليوم إلى ثلاثة أجزاء. جزء التحق بالمجموعات المسلحة بحثاً عن المال والنفوذ، وجزء يبحث عن منفذ للخروج نحو أوروبا، والجزء الآخر قد فر ووصل بالفعل. مع إغفال السفارات الأوروبية في ليبيا بقي الحل الوحيد هو البحر. عبر البحر وعبر قوارب الموت بات الشباب الليبيون كغيره من الجنسيات الأخرى يشقون طريقا محفوفة بالمخاطر، والجهات المعنية والمسؤولة في ليبيا لم تعي هذا الأمر الخطير بعد. يبقى الحال كما هو عليه، شباب الليبيون بات تفكيرهم الوحيد هو الهجرة نحو المجهول الذي يرونه أفضل من واقع مؤلم. نعم هنالك أمل، ولكن يبقى الأمل بعيد جدا، وإلى أن يأتي يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما. هجرة العقول وتفكير الشاب الليبي في الهجرة ظاهرة ليست جديدة، ولكنها استفحلت في السنوات الأخيرة حتى أصبح هاجس الخوف من الأوضاع والغد المجهول لديهم، والواقع الاقتصادي الصعب والحروب والصراعات التي تلتهم أجزاء عديدة من تفكيرهم. فطرابلس خاصة وليبيا عامة تشهد نزيفا مسترسلا في عقول شبابها، فالوضع أوحى للبعض بالقول ليس الدم وحده الذي ينزف، بل إننا نعاني من نزيف أعمق وأشد آلاما، ولكنه يتم بهدوء وشبه صمت. إنه نزيف الأدمغة. اليوم سنفتح ملف الشباب الليبي وهروبه من الواقع وتفكيره في الهجرة. سيكون معي شاب ليبي في ألمانيا هاجر عبر البحر ورأى الموت بعينه، سيروي تفاصيل غائبة عن الكثير. أيضا سيكون معي عبر الهاتف من بنغازي محمد الترهوني إعلامي مهجر، وعبر الأقمار الصناعية الأستاذة سعاد العريبي أخصائية اجتماعية. أهلا بكم ضيوفا أعزاء. أهلا بكم. بداية نبدأ بالشاب الليبي اللي هو هاجر لإيطاليا ومن ثم من إيطاليا إلى ألمانيا، هاجر عبر البحر. نسمع قصة الهروب من الواقع، نسمع الموت اللي شافها بعينه، نعرف تفاصيل غايبة علي وعليكم وعلي حتى الشباب اللي قاعدين يفكروا أن هم يهاجروا لأوروبا، خاصة الشباب. وأنا حبيت نفتح الموضوع هذا اليوم في برنامج العاصمة لأن أغلب أو جل الشباب في طرابلس بين مطرقة التشرد والضياع، مع مجموعات مسلحة، مع عدم توفر قوت يومه، أو الهروب من الواقع ويخلي ليبيا ويطلع لأوروبا. ربما هو ما يعرفش التفاصيل اللي حيقولها توا معنا الشاب الليبي المهاجر عبر الهاتف من ألمانيا. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شاب ليبي، حدثنا علي كيف شفت الموت، كيف طلعت من ليبيا خطوة بخطوة، اشرح لنا بالتفصيل كيف راوداتك هذه الفكرة، لمن مشيت، من كلمت، من شفت، كيف طلعت من زوارة على ما أعتقد أو صبراتة إلى إيطاليا ومن ثم إلى ألمانيا. تفضل. طبعا طلعت مدينة زوارة مش من صبراتة، بس هم زمان كانوا كنا لما نتواصلوا مع الحراقة كانوا من القرابولي ومن صبراتة، مجرد ما يعرفوا انك انت ليبي كانوا يقولوا لك لا اسفين، يعني احنا ما نتحملوش مسؤولية ان ليبي يموت او حاجة زي هذه. فكنا نترجوا فيهم يعني نقولوا نشوفوا وضع البلاد واحنا ما فيش شغل وما فيش سيولة ومهددين للخطر ونطلعوا خايفين ونخشوا خايفين ومن الخطف ومن القتل ومن الامور هذه. كانوا يرفضوا انهم يطلعوا الشباب الليبيين حق. طلعنا من مدينة زوارة من بوكماش، قعدنا مدة 18 يوم. بعد 18 يوم طلعنا الساعة 10 في الليل نفكر فيها، وقعدنا لغاية الساعة 12 الظهر. كان في قارب ثاني حتى هو طاحوا فيه 8 مغاربة توفوا، كان في عدد 130 شخص قابلناهم حتى هم غادي في المياه الإقليمية. نعم. واحنا وقفنا القارب اللي هو الـ 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 الحراق ما كانش همه انه هو ما كانش همه ان سلامه الناس، يعني هو اول ما طلب 5000 وقال احنا بنعطوكم
قارب كبير وانتم عدد 25 شخص وبنعطوكم تحت حماية الغرق هذه الجاكيت اللي يلبسوا فيه. طبعا طلع كله كذب، هو اللي اعطانا جاكيت ولا اعطانا شيء، قال له خمس ساعات وتوصلوا مش محتاجين. كان معنا خمس عائلات والباقي شباب. تحكي لنا على الوضع المأساوي، على الموت اللي انت شفتها بعيونك في البحر، زي ما نقول احنا بالليبي اسمه وما، شنو اللي شفته انت؟ لما طلعنا وقف بينا القارب في المية، المطار وقف لينا، المفروض هم يخلطوها البنزينة بالزيت وانا ما نعرفش، فسواق كان سوداني. بعدين بدت المية تخش علينا في القارب، الموج كان عالي شوية والمية بدت تخش علينا، وكنا نتصلوا بالغفر سواحل الإيطالية يقولوا لنا أنتم بعاد علينا خذوا يسار، كنا جهة الإقليمية الإقليمية التونسية، يقولوا لنا أنتم خذوا يسار أنتم بعاد علينا زي ما تقول، فهمت؟ ما نقدرش عليك. بعدين بدت العائلات اللي يبكي واللي بدا يتشاهد واللي بدنا نحسنا بالخوف بشكل غير عادي. بعدين جت هليكوبتر كفي، لما انت تقعد تشوف روحك، انا سميتها رحله الموت لان انت في وسط البحر، يمينك سواد يسارك سواد قدامك سواد، ما فيش حد، يعني انت بروحك في وسط البحر. ما شيء ما نقدرش نوصفه لك، مش زي لما تقدر انت، ما اعرفش كيف نوصفه لك. خلينا توا لما وصلتوا، وين وصلتوا وشن داروا لكم؟ طبعا جت هي خط متبارجة غاز كانت طالعة من إيطاليا لليبيا باخرة غاز بتاعت نفط غاز، هي فاتتنا وبعدين ورجعت وقفوا بعيد علينا، وإحنا قعدنا نقربوا لهم بشوية لين حطوا لنا حبال، والحبال هذه ربطونا بها قالوا ما تخافوش إحنا بنحموكم وإحنا كذا. بعدين جو غفر سواحل توانسة خمسة قوارب، فقالوا لنا زي ما تقولي بيرفعونا معاكم توانسة، طبعا احنا كانوا معانا ممكن سبعة توانسة ولا ثمانية. فقالوا لا ما معناش توانسة، ان توانسة والمغاربة والجزائريين يمشوا لإيطاليا يقولوا ان احنا ليبيين، فهمت؟ ان هم اصلا مجرد ما يعرفوهم توانسة يرجعوا فيهم لبلدانهم، ان بلدانهم ما فيهاش شيء. فقعدوا واقفين التوانسة وباخرة النفطية هذه جتنا بارجة ايرلندية. الايرلندية ركبونا واخذونا من مسافة سبع ساعات أو ثمانية ساعات، حطونا في بارجة حربية اللي هي بارجة إسبانية كانت. وصلتوا للشواطئ الإيطالية؟ قعدنا ثلاثة أيام قبل ما نوصلوا للشواطئ الإيطالية. طبعا هم بارك الله فيهم كمعاملة، مش ملزوم هو من هو، لكن قصد المعاملة نفسها هي أنك أنت بتقعد مقعمل، مش حاطينك ترتاح، انت بتكون قاعد في البارجه معك سوادين ومعك افارقه ومعك مغاربه ومعك توانسه، فيقعمزوا فيهم تستيف وما تتحركش من مكانك، هذا يومين ثلاثه بتقعد في المكان هذا مقعم، وتموت تاخذ وجبتك وتولي تاكلها في مكانك، وترقد في مكانك وانت في المكان اللي مقعمز فيه ترقد، هم مستفينهم زي التستيف العسكري، فهمت؟ قعدنا ثلاث ايام بعدين حطونا في الشواطئ الإيطالية. طيب كيف كانت المعاملة؟ كيف كانت تقديم التسهيلات؟ هل في تسهيلات؟ كيف يتم في معاملة الليبي خاصة الشاب؟ كيف قدرتوا توصلوا غادي؟ شنو الإجراءات اللي درتوها؟ هل لقيتوا أوروبا فعلا جنة زي ما أنتوا توقعتوا؟ والله بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني هذا رأي شخصي، والله أعلم هي ما هي الجنة، يعني أنا لو كنت نعرف هيك، أنا معني أكثر إنسان جريت على الهجرة، وكنت سنتين وأنا نجري عليه الموضوعات، بس أنا نادم جدا وكان نلقى نروح، ما هي جنة زي ما متوقعينها أو شيء، ممكن هي تضيع وقت بس. لكن بالنسبة لمعاملتهم هم بيستقبلوك وبيعطوك زي ما تقول بيوكلوك، اللي هو باكو سنطب سندوتش، بيعطوك وجبة بيعطوك كذا، وبيرحبوا بك كمعاملة في إيطاليا كويسة من تبشالك، وبعدين تطلع بيحطوك في زي خيمة كبيرة زي الكامب اللي هو بتبصم فيه، وبيطلعوك بيوزعوك. طبعا أنا النصيب إن أنا جيت في كامب هو زي الحوش كبير، لكن شباب صحابي اللي معي ليبيين قادوا في خيمة مخلطة، اللي هو تبدأ أنت غرفة
معك فيها 7 أشخاص أو 8 أشخاص من باكستان، من السودان، من نيجيريا، من نيجر، فمختلطة، حمام مختلط ومشترك. وتقعد تموت كل يوم صبح تمشي بالبطاقة بتاعك، يعطوك وجبة دي يعني ما فيهاش فايدة. باي طيب، أنت ريت روحك أنك أنت عندك مستقبل جميل، عندك مستقبل زاهر، عندك مستقبل نافع، تقدر تدير شيء في أوروبا، تقدر تتعلم، تقدر تقرأ، تقدر تحضر حتى ماجستير مثلا. صدقني لو أن مش وضع اللي خلاك من ليبيا تطلع السيء، الوضع السيء اللي خليك أنت تفكر في الهروب من ليبيا، فهذا وضع مش فأنا أوروبا ولا عشرة زيها في الدنيا. بس الواحد في ليبيا خايف حتى يرقد، خايف ترقد تلقى روحك. فالوضع هو اللي خلاك تطلع، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هم كمسؤولين دولة وهم اللي ساعدوا الناس عن هجرة، وهم اللي خلونا طلعنا، وهم اللي خلونا درنا. باقي ما كانش في ليبيا زمان يفكر في موضوع الهجرة. نعم. يعني حتى القاضي لما طلبنا طلب الهجرة هنا يقول مستغرب أنا ليبي يجي هاجر لأوروبا، ما فيش. يقول احنا عندناش مصداقية ان الليبيين هم اللي هاجروا، ان التوانسة هنا والجزائريين يقربوا يقولوا احنا ليبيين على وضع البلاد، الحرب يقولوا احنا ليبيين. فهم يقول لك انا مش مصدق ان ليبي هاجر. عليكم في الأرقام الوطنية. نعم. طيب، رسالة أخيرة حابة توجهها لكل الشباب الليبيين سواء كانوا في طرابلس ولا في أي مدينة في ليبيا. تفكيرهم كان نفس تفكيرك، أنت قلت سنتين وأنا نحاول أن نهاجر وكل السبل لم تتاح ليك فهربت عن طريق البحر. رسالة توصلها لأي شاب ليبي وين ما كان يشوف فيك توا ويسمع فيك في ليبيا أو حتى خارج ليبيا، تفكيره كله في الهجرة إلى أوروبا. رسالة أخيرة باختصار. ما ننصحش أي حد يهاجر، إن أوروبا كذبة وكذبة كبيرة. يعني أنت حاطينك في كامب يوكلوا فيك ويشربوا فيك كيف ما هم يبقوا، لكن إن أنت بتتطور أو إنك أنت بتساعد نفسك لا. شباب الليبي هنا تعلموا الخنبة من التوانسة، يطلعوا يخنبوا في الحوايج اللي هي الجاكت ب50 يورو، يجي بيحولك في الكامب ب15 يورو، بتعلموا الخنبة وتعلموا الخمر وتعلموا الحشيش والهروين. فهم ضياع الشباب في أوروبا. هم يبوا الحرية بس مش هيك الحرية. تعليم بتقعد قداس سنتين أو 3 سنين بس تتعلم فيها لغة سنتين، هذا من يضيع فيهم يا يعني أنك أنت بتروح فيها. لكن قليل إلا من رحم ربي تصف معنا هو يعيش مرتاح في أوروبا. وأنا معايا صديقي هنا دكتور، حتى هو دكتور ليبي من مدينة سرت، هاجر معايا وقدم على اللجوء. نعطيه لك. طيب، خلي ناخده منه حتى هو كلمة مختصرة. ممكن دكتور هو ويدير في حاجة فيها فائدة، يحضر في دكتوراه، يقرأ. لكن الشباب التانين اللي ماشي هيك وخلاص، يعني مستقبل مجهول، ما يعرفش حتى من هم اللي قدامه اللي بيستقبلوه. ممكن الشاب الليبي اللي مهاجر اللي كان معانا تو عبر الهاتف من ألمانيا، حكي تفاصيل أنت ممكن ما تعرفهاش، اللي أنت قاعد في اللحظة هذه تفكر أنك أنت تهاجر لأوروبا. طيب، شاب أيضا من سرت في ألمانيا، كلمة بعجالة، يعني كيف هي أوضاعكم كشباب ليبيين هاجرتم بطريقة غير شرعية إلى أوروبا؟ السلام عليكم. أولا ومساء الخير على كل المستمعين. أهلا بك. طبعا طريقة الوصول يعني طريقة شرعية عن طريق فيزا شنغن. حاولت أنني أكمل دراستي العليا في ليبيا، في مصر، في أي دولة تانية. قرارات الإفادة مش موجودة. أي طبيب عنده شهادة بكالوريا ما تنفعش أي شيء، ضروري لازم يكون عندك ماجستير، دكتوراه، شهادة عالية عشان تقدر تكمل بيها. لي حوالي 6 سنين متخرج، ما فيش أي نوع من التجهيز. فتحوا ماجستير في بنغازي الفترة الأخيرة، طالبين 10 دكاترة فقط على مستوى المنطقة الشرقية كاملة أو مستوى ليبيا، وهذا شيء صعب جدا واحد حصل. الحمد لله وصلت ألمانيا، لقيت معاملة كويسة جدا، اهتمام راقي جدا. لما قلت لي دكتور لقيت معاملة مختلفة تماما، حصلت سكن محترم، تعليم مجاني، مرتب شهري أنا مستحيل نحلم به في ليبيا. ممكن هذا ممكن أنت طريقتك شرعية،
ماشي كدكتور، تبي تحضر، تبي تكمل تعليمك وحصلت عليه وظيفة. لكن موضوع نحن الشاب، التفكير الشاب الليبي في الهجرة غير شرعية ألا وهو البحر. طيب شكرا لك عزيزي شاب ليبي مهاجر أو هاجر لألمانيا عن طريق البحر. أيضا للشاب الثاني الدكتور اللي هو من سرت، موفقين وإن شاء الله نسمع عليكم الأخبار الطيبة. ننتقل إلى مدينة بنغازي وعبر الأقمار الصناعية الأستاذة سعاد العربي أخصائية اجتماعية. خطر هذا التفكير النزيف اللي قاعد يصير الآن لعقول الشاب، العقول الشباب الليبيين داخل ليبيا خاصة، ألا وهو الهروب من الواقع والاتجاه نحو أوروبا حتى بطريقة غير شرعية عن طريق البحر. هذا سيؤثر سلبا على المجتمع الليبي. أشرحينا هذه النقطة اجتماعية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا ما فيش شاب ليبي يرغب في الهجرة إلى العالم الأوروبي، لأن نحن شعب عاطفي وشعب شعب اجتماعي في حد في تركيبتنا، عاطفيين جدا، اجتماعيين جدا. يعني الفرقة تعبنا توترنا، ولكن نتيجة الظروف القاهرة التي تعرض لها بلادنا الفترة السنوات هذين اللي ما زلنا فيه عند الآن، طبعا أثرا فينا، وطبعا هي سلبا أكيدة. منها هروب العقول، طبعا نحن العقول اللي عندنا، الناس المتعلمين، كذلك هروب الشباب وأثارهم سلبا على بلاد، وطبعا قلت طبعا اليد العاملة. وأثار اجتماعية ثانية طبعا عزوف الشباب عن الزواج. أغلب الشباب اللي بيهاجروا طبعا صار لهم عزوف عن الجواز، لأن بيهاجروا بروحه، بيركب في مركبه بروحه، بيمشي بروحه. طبعا تكثر عندنا العنوسة، زاد أن الحرب أثرت فينا سلبا في العنوسة، زاد أخرى الهجرة الغير شرعية هذه. ويجب طبعا علينا محاربة الشيء هذا بصراحة، يعني لأن بكثر، وعندنا حتى العيل اللي عمره 17 سنة قاعد يفكر في الهجرة الغير شرعية، قاعد يفكر حتى. والدول الأوروبية قدرت يعني استقطاب، هناك عملية استقطاب حقيقة، استقطاب ودليلهم في الأحلام الوردية. أنا قبل ما نفتح الموضوع هذا أستاذة سعاد العربي بحثت جيدا في هذا الموضوع، لقيت أن الموضوع في عملية استقطاب احنا ما نعرفهاش كشباب ليبيين. أوروبا وأثبت كلامي فعلا الشاب الليبي اللي في ألمانيا، يعني ليبي تفضل، تونسي روح، جزائري روح، مش لأن في حرب في ليبيا، لا هو عملية استقطاب للشباب الليبيين. هذا شيء ممنهج. نعم. هذا شيء ممنهج وشيء مدروس عندهم. واللي تفريغ البلاد من الشباب، انت عارف الشباب عماد اي دوله، يعني شو بيقعد فيها بعد يعدوا الشباب اللي مش في الحرب، انتهى اللي مش يمشي يهاجر لهم، يعني تقعد البلاد فارغه، وانت عارف الفراغ شنو يؤدي الى ايش، يعني انتكاسه اقتصاديه سياسيه. نحن زمان كانوا يهاجروا اللي يبوا العلم، اللي يبي العلم والتخصص ما مش موجود هنا عدي هاجر غادي، او لاشياء سياسيه يعني فقط لا غير. قعدوا تو يهاجروا لاجل الاشياء الماديه، لتحسين الوضع المادي، تحسين الوضع المعيشي، لتحسين لطموحات المكبوته هنا. وعندنا حتى نحن عندنا من هنا الفساد المالي، الوساطه، خريجين بمؤهلاتهم قاعدين وبوظائفهم وماجستيرهم بكالوريوس ليسانس قاعدين من غير اعمال. اللي تلعب تو في البلاد هي الواسطه والمحسوبيه والفساد المالي، يجب قضاء عليهم باش نحببوا ونرغبوا الشباب في القعده في البلاد، لان شيء راهو تو استنزاف للشباب، راهو شيء غير 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 عادي. واللي حقيقه ناقصنا احنا كشباب ليبيين اهم نقطه لوهي حب الوطن. هذه مفروض ماده تدرس للاجيال القادمه. شنو كيف نحاربوها؟ كيف نحارب؟ كيف نحاربوا الهجره غير شرعيه او الهجره الشرعيه؟ نحاربون طبعا باقامه معسكرات ومخيمات مدرسية وجامعية لتعزيز حب الوطن والوطنية والتنمية، ويعني وركزوا حب الوطن فيهم. هذين تطور معش فيه، يعني حتى لا معسكرات ولا مخيمات ولا مراكز. يعني ولا انت لما تفكر تضاق بك السبل خلاص ما عادش تلقى، يعني تفكر انك انت تهاجر لاوروبا، تعتقد ان اوروبا جنة، معلوماتك كلها غلط في غلط. وانت ماكش 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 في التفكير الصحيح. أوروبا ما هي الجنة، ولكن نقطة غايبة عليك حب الوطن. حب الوطن، مشيت طلبت لجوء، أعطوك لجوء في أوروبا، تعلمت، قريت كذا، أنت مني
انت ليبي في نعم. في النهايه نعم. استاذه سعاد العريبي اخصائيه اجتماعيه، خليك معنا، نمشوا عبر الهاتف اذا كان موجود معنا محمد الترهوني اعلامي مهجر عبر الهاتف من بنغازي. اهلا بك. مرحبتين اخي منذر، في البدايه احييك ونشكر كل ضيوفك لكرم هذه الحلقه، وايضا الطرح الجميل، النقطه اللي كانت يمكن غايبه على العديد. نعم، بس طرح جيد وفي موعد جيد جدا وممتاز جدا كالعاده، متميز قناه الحدث ومتميز اخي منذر. اهلا بك. عزوف الشباب على البقاء في ليبيا، ايضا الهروب من الواقع، جل تفكيرهم أصبح أنه هو كيف يركب للمركب، كيف يهاجر عن طريق البحر، تفكيره أنه هو كيف يوصل بسلام إلى الشواطئ المقابلة ألا وهي أوروبا، والعديد يعتقد بأن أوروبا هي جنة يعني على الأرض. مهاجر شاب ليبي مهاجر من ألمانيا، حكينا على الموت اللي شافها بعيونه، حكينا على العراقيل اللي قاعده تصير، حكينا على ان التفكير اللي كان يفكر فيه هو كان مجرد تفكير خاطئ. ما تعليقك؟ طيب لو خذينا الامر اخي منذر بمنظور بعيدا عن الـ 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 كيف ما نقول الفلسفه الاعلاميه، بعيدا على الايديولوجيه النفسيه، بعيدا على التكوينات مثلا السياسيه، ناخذوه من المنظور اللي يدور في صدر كل شخص يتكلم على الهجره، جانب الانسان البحث. اخي منذر لو تكلمنا على نقطه العمل وبطاله الشباب، على ما اعتقد هذه نقطه ليس موجوده من الان او وليده اللحظه او وليده سنه او اثنين او عشر سنوات. هذه مشكله متواجده مع الشاب الليبي من سنوات قديمه جدا. تمام. نجي للفكره الثانيه. مكان الهجره او مكان خروج الهجره اخي منذر، ليش مؤدلج او موضوع في مناطق معينه؟ لناخذه من مثال بسيط جدا. هل سمعت بقوارب هجره او قوارب الموت تطلع من المنطقه الشرقيه مثلا؟ أو سمعنا بوجود قوارب أو هجرة شرعية غير شرعية منطقة شرقية؟ أنا ما أعتقد، لا يوجد هذا ولا حد شخص يتكلم عن هذا المنظور. النقطة الأخرى، يجب فلسفة الشيئين بسيطين جدا. نرى الهجرة الشرعية أو القوارب تخرج من مناطق تحت سيطرة ميليشيات بحتة وتحول هذا الشيء وتروج له. النقطة الثانية، من المسؤول عن تزيين فكرة الهجرة الغير شرعية؟ من المسؤول عن وضع فكرة الهجرة الغير شرعية في الشباب وضعهم أن ماشي إلى الفردوس، إلى جنة الأرض، أوروبا، حاضنة الشباب وإلى آخره؟ هذه النقطة يجب أن تتكلموا عليها وتناولوها بجانب كبير جدا. النقطة الأخرى، مردود أو القيمات المالية المهولة جدا لتأتي من هجرة مجموعات اللي تأتي من أفريقيا والشباب الليبي، إلى أين تذهب هذا التمويل؟ من المسؤول عنه وإلى أين يذهب؟ نعم. من هي الجهة اللي متولية هذا الموضوع؟ ليش بالذات في فترة بسيطة جدا لاحظنا عزوف شباب بدرجة كبيرة جدا جدا؟ توجه شباب؟ نعم. كأنه يرى رسالة. الموجود مجهول. رسالة إلى كل الشباب حابة توجهها، رسالة لكل الشباب اللي قاعدين يفكروا في أنهم يهاجروا ويخلوا بلادهم، ولربما حتى من بعد وقت قليل يعني مش بعد وقت طويل حيندموا، زي الشاب اللي كلمنا توه من ألمانيا وأعلن أنه هو نادم أنه هو وصل لإيطاليا ومن إيطاليا لألمانيا وسيب ليبيا، قال لك أنا كان حسابها هيك أني نادم، كان نلقى نرجع. رسالة حابة توصلها للشاب. سأتكلم بمنظوري البسيط جدا كشخص إعلامي لا أرى لشيء واحد، المجهول يظل شيء غير معروف ومبهم. نصيحة لوجه الله، نحن الليبيين والله العظيم في أمس الحاجة إلى بعضنا، في أمس الحاجة لكل شخص، لكل شاب. ليش نتوجه إلى شيء والله العدم الموت؟ نعم، نأسف على انقطاع الخط. محمد الترهوني إعلامي مهجر عبر الهاتف من بنغازي، شكرا جزيلا. لكن نرجع لأستاذة سعاد العريبي اخصائية اجتماعية، ما الحلول وشن هي النقاط اللي نقدر نعالج بها هذا التفكير حتى نخلو نقضوا عليه تفكير الهجرة لأوروبا أقل شيء نسبة عالية، يعني مش حنقضوا عليها كليا ولكن حتى جزئيا، كيف نقضي على هذا التفكير في الهجرة إلى أوروبا وأيضا الهروب من الواقع في ليبيا؟ كيف ما قلنا، هو تعزيز الانتماء إلى الوطن بإقامة معسكرات ومخيمات مدرسية وجامعية لتعزيز لحتى يحببوا الشاب في الوطن متاعه. ثاني حاجة، القضاء على الفساد المالي، فتح الفرص لطموحاتهم ومشروعاتهم والتحفيز لهم ولو حتى بالتأمين الصحي.
بالتأمين الصحي للشباب مع فرص العمل مع المشاريع الصغيرة مع القروض مع لأن هذا اللي يبحث عليه الشاب بدل ما يمشي للهجرة ويتعامل مع البحر ولا غير البحر أو يطرق الأبواب أبواب السفرات. وثاني حاجة يجب علينا إنهاء الحروب والنزاعات الدائرة لأن هي السبب الأول والمعضلة الكبيرة في هجرة الشباب، إنهاء الحروب والنزاعات اللي خلت شبابنا يخشوا في قوارب الموت أو 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 يباتوا عند السفرات في عند السفرات طبعا في تونس و و و لكي يحصلوا على اللجوء الإنساني. أنت تعرف إن مالطا يعني لو يبقى فيها الشاب 12 شهر يحصل الجنسية المالطية والباسبور المالطي، كذلك بريطانيا لو هو تواجد في بريطانيا بأي طريقة وقدم على اللجوء لبريطانيا حيحصل الجنسية وحصل اللجوء الإنساني. يعني يجب علينا إنهاء الفساد المالي والواسطة والمحسوبية، الخريج يتخرج يحصل عمل شغل نفس تخصصه التخصصات، فتح المشاريع، تعزيز الانتماء للوطن، التنمية، هذين كلهم يخلنا إن شاء الله بإذن الله يخلن الشاب يرغب في الوجود والعيش في بلاده. يعني لأن احنا نراه شعب اجتماعي وشعب يعني يحبوا بعضهم وشعب عاطفي. نعم. الليبيين بالذات غير الشعوب الأخرى، الشعب الليبي شعب عاطفي جدا واجتماعي. طيب، رسالة أخيرة أنت كأخصائية اجتماعية توجهها لكل الشباب اللي تابع فينا باختصار. باختصار شو بنقول لك، ما تبهتوش، المستقبل قدام والخير جاي ان شاء الله باذن الله، وشويه شويه بادية الحمد لله الامور كلها تتصلح، وحبوا بلادكم، حب البلد ما تلقاش في اي بلد اخرى، حتلقى المهانه غادي وتلقى الذل وتواجدك ووجودك في معسكرات الذل اللي غادي تو حكى علينا الشاب المهجر بجد يعني ادمالي قلبي بصراحه. اللي بيهان اللي بيذل كرامتك قبل كل شيء في بلادك، يعني تقعد في بلادك بكرامتك أفضل ما غادي في بلاد الأوروبيين بذل يعني. نعم. الأستاذة سعاد العريبي أخصائية اجتماعية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بنغازي، شكرا جزيلا لك. وصلنا لفقرة التعليقات كالعادة، ابقوا معنا. عندنا أول تعليق يقول شيء مؤسف تشوف شباب بشهاداتهم مش لاقية وين تخدم، الدنيا ولت صعبة وكل شيء غالي، كان ما عندكمش واسطة أو كان ما عندكش واسطة ما تحصلش خدمة. أغلب الشباب تتجه في خدمة في الكتيبة يعني أو يخدم في كتيبة باش يلقى ما يصرف عليه روحه، ربي يكون في عوننا وخلاص. شكرا لك على هذا التعليق. التعليق اللي بعده يقول الحل يجب أن يأتي من الدولة لإيجاد فرص عمل للشباب واستثمار وقتهم والاعتناء بمواهبهم وتوظيف طاقاتهم، لكن للأسف أين هي الدولة؟ دولة مفككة وضعيفة. التعليق اللي بعده يقول الشباب في ليبيا هم ضحايا الماضي والحاضر وربما المستقبل، وللأسف كانوا وقود لمعركة التغيير للأفضل وأصبحوا جزء من فريسة لأفكار هدامة باسم الدين أو مجندين لخدمة مشاريع الإسلام السياسي أو طموحات بعض المحتوين الجهويين، ولا يزالوا في أحضان الفقر وسوء التعليم والبطالة والفساد الإداري والمالي وأصبحوا مشروع صراع بدلا أن يصبحوا مشروع تنمية. التعليق الأخير يقول تحية طيبة لك أخي منذر، أنا شاب ليبي غيور على وطني ونتمنى رسالتي توصل. مستقبل الشباب الليبي لا يزال مجهول بسبب السياسيين الفاشلون منذ 2011 وبعد ووعودهم بالأبراج، يعني الشباب الليبيين صاروا بين مفقودين ومدفونين ومبتوري الأطراف، حسبي الله ونعم الوكيل في من كان السبب في ضياع مستقبلنا نحن الشباب، وربي يحفظنا جميعا. هذا كان آخر تعليق معي في حلقة اليوم من برنامج العاصمة، شكرا لكل من علق معنا. قبل الختام ننتقل بكم إلى الجولة الأخبارية. نبدأ جولتنا الإخبارية من طرابلس، حيث أعلنت شركة العامة للكهرباء عن نشوب حريق كبير ظهر اليوم الأحد في محطة 30 كيلو فولت المغذية لحي سكن كبير بمنطقة السبعة في العاصمة طرابلس. وقالت الشركة في بيان لها إن فريق إدارة السلامة العامة بالشركة والشرطة الكهربائية بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية تحركت فور تلقيها البلاغ من أجل إخماد النيران التي طالت المحطة بالكامل، وأشارت إلى أنه
التواجد في الموقع كل مسؤولي التوزيع والجهد المتوسط لمتابعة تطورات الحريق ودراسة المعالجة السريعة لتغذية المنطقة عبر خطوط كهربائية أخرى. وفي صبراتة حيث أقيمت ورشة عمل حول الإسعافات الأولية لعدد 15 متدرب بإشراف مركز الخليج للتدريب بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وشارك فيها ممثلين عن الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة ومكتب مكافحة الهجرة غير النظامية صبراتة ومكتب خفر السواحل بصبراتة. تهدف الورشة لتدريب المشاركين على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ أي حالة طارئة. الحمد لله يا رب العالمين، اليوم شت الدورة على خير لمدة 3 أيام، وكان فريق الإسعافات في الأول في الهلال الأحمر الليبي على استجابة تامة لكل ما تعلمناه في الدورة هذه، وإن شاء الله بإذن الله الخطة الاستراتيجية للعام الجاي اللي هي بين دايرين خطة استراتيجية لكليات جامعة صبرات إن شاء الله، اللي هو بنكونه فريق إسعافات أولية في ربوع المدينة ونشر ثقافة الإسعافات الأولية فيها. نختم جولتنا الإخبارية من مصراتة، وفي أعقاب ما شهدته المدينة من توترات أمنية نظم عدد من الأهالي برفقة مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وقفة احتجاجية يوم أمس السبت للمطالبة بدعم الأجهزة الأمنية بالمدينة. وتأتي هذه الوقفة في أعقاب موجة الاغتيالات التي طالت عدد من المواطنين والمسؤولين بالمدينة أبرزهم عميد البلدية محمد شتوي الأسبوع الماضي. ختاما مشاهدينا، شكرا لكل من تابع حلقة اليوم، شكرا أيضا لكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة، شكرا لكل من شارك معنا في هذه الحلقة. يمكنكم أيضا التواصل مع برنامج العاصمة، أيضا طرح المواضيع والآراء والتعليقات والملاحظات عبر الرقم الظاهر على الشاشة، تقدروا تتواصلوا به مع برنامج العاصمة. أما أنا في الختام تقبلوا تحياتي منذر عبد الناصر وكامل فريق برنامج العاصمة، إلى اللقاء.